إذاعة سلطنة عمان تقدم ضفاف للكتابة. ضفاف للأمكنة. ضفاف للسفر. ضفاف للولع. ضفاف للكلمة. ضفاف. ضفاف يصحبكم معها صالح بن علي العامري. ضفاف. تنفيذ المخرج سعود بن حمد السيابي، مع ذكرى الشاعر أمل دنقل. عبر القراءة تتفتح وردة القرابة، إن الروح تبحث بشكل دؤوب عن أرواح أخرى تغنيها وتوقد نيرانها. في هذه الحلقة يذهب بنا الشاعر خميس قلم إلى أمل دنقل فيما يشبه ذكريات مستعادة عن الموعد الذي ضربته القراءة، وإلى الإعجابات بنصوص دنقل التي وجد فيها خميس قلم روح الكاتب وتوقه المختلف. يكتب خميس قلم قائلة: في أواخر التسعينات قبل أن تصطادني شبكة الإنترنت وأصيد بها كائنات المعرفة من بحر العالم، وفي غضاضة سنوات الجامعة كانت مكتبتها هي مفتاحا لتواصلي مع المعرفة. ألتقي فيها شخوص الأدباء والعلماء والفنانين والمفكرين، وأستقي من أفكارهم وأحلامهم. مكتبة الجامعة إذن كانت صنارة صيدي. مرة علقت في حبائلي المجموعة الكاملة لأمل دنقل الصادرة عن مكتبة مدبولي. تصفحت الكتاب وأثارتني تلك اللغة النارية، لغة واضحة غامضة. يقول دنقل: إطار سيارته ملوث بالدم، سار ولم يهتم، كنت أنا المشاهد الوحيد، لكنني فرشت فوق الجسد الملقى جريدة اليومية، وحين أقبل الرجال من بعيد مزقت هذا الرقم المكتوب في وريقة مطوية وسرت عنهم ما فتحت الفم. حاربت في حربهما، وحينما رأيت كلا منهما متهما خلعت كلا منهما. اتضح لي من عنوان النص حديث خاص مع أبي موسى الأشعري أن الشاعر يستلهم حادثة الصلح، الفتنة، الخلاف بين معاوية وعلي، لكن تعبيرات النص تلميحية وليست تصريحية. ذلك أوجد في نفسي حيرة، وكنت ما زلت متعلقا بالمباشرة الشعرية. تلك الحيرة دفعتني لاستعارة المجموعة الشعرية الكاملة لأمل دنقل. وهمت بين ممرات الجامعة وتلالها وحدائقها وبرجها رفقة أمل دنقل. لقد تصعلكنا معا لأيام، ونحن ما زلنا بعد في بداية تعارفنا. وجدت في شعر أمل روحا قلقة تحتقر الضعة وتتوق للحرية. لم أرى في اصطخاب لغته وثورتها ورفضها انعكاسا للواقع الذي يعايشه. بمقدار ما كانت لغته تخترق التاريخ لتعبر عن واقع الإنسان في مختلف الأمكنة والأزمنة، فالعبودية والظلم ظلان ملتصقان أبدا. كان أمل طريدة للموت كما هو حالنا. كان في الواقع يعبر بكثافة عن مطاردة الموت له، حتى تكاد لا تخلو قصيدة من قصائده من مفردات الموت تلميحا أو تصريحا.
تتجلى تجربة الموت لديه في مجموعته الأخيرة أوراق الغرفة 8، حيث كان يموت شيئا فشيئا في بياض غرفة المستشفى يكافح السرطان. يطيب للكثيرين بمن فيهم زوجته عبل الرويني أن ينعتوا أمل دنقل بالجنوبي. نعم، من قنا الجنوب أتى. يقول أمل دنقل: هل تريد قليلا من البحر؟ إن الجنوبية لا يطمئن إلى اثنين يا سيدي، البحر والمرأة الكاذبة. سوف أتيك بالرمل منه. وتلاشى به الظل شيئا فشيئا فلم أستبن: هل تريد قليلا من الخمر؟ إن الجنوبية يا سيدي يتهيب شيئين: قنينة الخمر والآلة الحاسبة. سوف أتيك بالثلج منه. وتلاشى به الظل شيئا فشيئا فلم أستبن: بعدما لم أجد صاحبي لم يعد واحد منهما لي بشيء. هل تريد قليلا من الصبر؟ لا، فالجنوبي يا سيدي يشتهي أن يكون الذي لم يكن، يشتهي أن يلاقي اثنتين، الحقيقة والأوجه الغائبة. لكن دنقل ليس جنوبيا، بل هو أمل كل الجهات، ينتمي إلى كل بلاد تثور على القيد، كما أكد وهو ما يزال طالبا في الثانوية: وأمي كل بلاد تثور أضالعها باللظى المستطر. السطور السابقة للشاعر خميس قلم عن أمل دنقل، ذلك الشاعر الذي خلف وراءه إرثا شعريا غنيا في حواره مع التراث العربي والإنساني، والذي غرس نفسه وتجربته في طمي الكتابة الشعرية العربية باعتباره واحدا من الشعراء العرب المعاصرين الذين حملوا قلق الشعر ونبوآته وألوانه السمراء ومعانيه الخلاقة. ضفاف ضفاف مع صالح العامري وسعود السيابي.